إحياء يوم علم كردستان بمشاركة جمع غفير من أبناء كركوك. وقام مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني احتفالية بالمناسبة تضمنت العديد من النشاطات والفعاليات، كما أقامت مدارس ودوائر كركوك هي الأخرى احتفالات تغنت بالمناسبة بمشاركة مكونات كركوك. وأشاد المشاركون في المراسيم الاحتفالية بملاحم وبطولات قوات البيجمرج التي تسطرها في ساحات القتال ضد الإرهاب الأعمى من أجل حماية أمن واستقرار أهالي كركوك دون تمييز. شارك أسامة أحمد مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني احتفالات أبناء كركوك بمناسبة يوم علم كردستان، حيث رفع علم كردستان في مراسيم أقيمت أمام مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني بحضور أعضاء وكوادر مركز تنظيمات كركوك. مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني أقام احتفالية أخرى قرب قلعة كركوك بمناسبة يوم علم كردستان بحضور نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني وجمع غفير من أعضاء وكوادر الاتحاد الوطني الكردستاني وأهالي كركوك. وأشاد المشاركون في الاحتفالية بملاحم وبطولات قوات البيشمركة في حرصها لحفظ الأمن والاستقرار في كركوك. بمناسبة يوم علم كردستان أحب أهني الشعب الكردي بهذا المناسبة العظيمة، وأحب أهني قوات البيشمركة على وقوفهم في جبهات القتال أمام إرهابي داعش، وأتمنى لهم النصر إن شاء الله. بمناسبة يوم العلم الكردستاني أهني الشعب الكردستاني بشكل عام والشعب الكركوكي بشكل خاص، وتحية حب واعتزاز لإخواننا البيشمركة الذين شاركوا في حماية أرض كركوك، وتحية خاصة إلى فخامة مام جلال، وسنكون نحن العين الساهرة ونقف بوجه العدو للتصدي والدفاع عن مدينة كركوك. بمناسبة رفع علم كردستان ردنا نفرح إلى أخواننا الأكراد، وهو فرح الأكراد فرح العرب، يعني ماكو فرق لا بين العرب ولا الكرد، ونهني شعب كركوك والكردستان والعراق عامة. طلبة معهد الفنون الجميلة والمدارس ومنتسبو الدوائر في كركوك أحيوا يوم علم كردستان من خلال إقامة نشاطات وفعاليات متنوعة عبرت عن اعتزازهم وفخرهم بعلم كردستان. بمناسبة يوم علم كردستان الذي أقر من قبل برلمان كردستان 11/11/1999، نبارك الشعب الكردي والشعب العراقي بهذا اليوم العظيم، ونحن نفتخر لأن كل قوم كل شعب لديه علم خاص ودولة خاصة، ولكن نحن نعتز بهذا العلم الذي يدل على فخرنا في واعتزازنا بهذا اليوم العظيم. في هذا اليوم مبارك أخواننا الأكراد ومبارك القوات البيشمركة يوم العلم الكردي، نتمنى لهم كل الخير يا ربي والموفقية إن شاء الله، ونتمنى التطور أكثر والأمن أكثر عم على كل العراق إن شاء الله مثل ما عم على كردستان إن شاء الله يا رب. أنا من القومية العربية أحب أبارك للقومية الكردية وتضامن لهم لبست الزي، وأحيي البيشمركة على الجهود المبذولة بحماية وطننا وخاصة محافظة كركوك، وما قصروا حقيقة، وإلي الفخر ويعني أتشرف بأنني ألبس زيهم وارفع علمهم وتضامن لهم. اليوم تشرفنا بلبس هاي ملابس بيشمركة، يعني اليوم طلعت بالبيت صراحة ما كنت لابس، بس شفت أصدقائي وين رجعت على البيت بكل فخر لبسته، وجيت للمعهد ورفعنا العلم الكردستاني وكل فخر، ونشكر بيشمركة على هاي الجهد اللي سواه لنا. نقدم أزكى آيات التبركة والتحيات العظيمة لقوات البيشمركة المدافعة عن حقوق كردستان وكركوك بالذات، وهم الآن في الجبهة الأمامية ونحن كلنا مشاريع استشهاد معهم إن شاء الله عند الحاجة للدفاع عن كركوك. وبهذه المناسبة العظيمة أحب أن أشكر جميع القوات الواقفة على الخط الأمامي ضد الدواعش الكفرة الطامعين في تخريب سمعة هذا البلد العظيم وكركوك مدينة كركوك العظيمة. بمناسبة يوم العلم الكردستاني نحب نشارك أخواننا ونحيي أبطال البيشمركة المدافعين عن كركوك، وإن شاء الله ينتصرون على الدواعش الكفرة وعلى كل إرهاب إن شاء الله، ونتمنى لهم الموفقية في عملهم إن شاء الله. النائب ريبورتا أن أبناء كركوك بيوم علم كردستان خلال جولة في أسواق كركوك. بمناسبة يوم العلم الكردستان وهني الشعب الكركوك أهالي مناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، وأهني الشعب الكردستاني بصورة عامة، وهني قوات البيشمركة الأبطال، وهني
أهالي ذوي الشهداء الذين هم ضحوا بدمائهم من أجل حماية كركوك وأهالي كركوك. وأتمنى أن نقوم بتكرار هذه المناسبة القيمة لأهالي كركوك وجميع قوميات الكركوك بكل طوائف ومذاهب يشاركون ويانا في هذه المناسبة. الاحتفاء بيوم العلم الكردستاني دليل قدسية هذا العلم في نفوس أبناء كركوك جميعا. يشار خالد، فضائية كركوك. من جانبهم احتفى أهالي مدينة خانقين أسوة بمدن